قصتها ملفتة للانتباه، دخلت هذا المجال من طفولتها بعد رؤيتها لجدها وهو يزرع، حتى افتتحت مشروع كيف تنشب بذور عضوية 100% بزراعة شتلات بمعايير محددة لتحقيق التوازن البيئي. نتعرف على قصتها في هذا التقرير. أنا حبيت الزراعة من طفولتي من جدي الله يرحمه، يعني كان يزرع قدامي بذور وكنت أنزل معاه الحديقة أسأله عن موضوع النباتات، مثلاً أشوف حشرات أقول له هذه كيف طلعت، هذه ليش طلعت هنا، طب هذه الفراشة كيف مراحل تكونها. فكان يعني شيء مرة قوي بالنسبة لي، شجرة كبيرة ضخمة من بذرة صغيرة وكنت قدامي أشوفها نباتات مرة صغيرة. فبعدها بدأ عندي ده الشغف أني أنا أبغى أزرع بذور. بعدين بعد ما كبرت كبرت الهواية معايا واكتشفت عالم تاني للنباتات. كنت أكثر شيء صعب علي في الزراعة موضوع السماد وكيف نوفر سماد، فبدأت أتعلم عن مواقع كذا أجنبية إعادة تدوير النفايات، كيف تحول النفايات أو قشور الفواكه والخضار إلى سماد، ومن أفضل وأقوى أنواع السماد. فبدأت أزرع بمحاكاة الطبيعة، أجمع القشور، بالذات أنا بصراحة يعني أفضل قشور الفواكه عشان ما تكون فيه لها ريحة قوية وكذا، وكنت أدفنها في التربة. فما شاء الله تبارك الله كنت ألاحظ نمو سريع جداً للنباتات، وبدأت أتعمق في موضوع الزراعة. طبعاً كل ما أحط كنت الكومبوست في التربة وإعادة تدوير النفايات كنت ألاحظ كائنات حية جديدة تظهر في التربة، وكنت أبحث عنها كيف طلعت دي وليش طلعت. فعرفت سبحان الله أنه هي اللي تفكفك خواص التربة، بدأت أتعلم عن الكائنات الحية. فأقدر أقول هو الزراعة بمحاكاة الطبيعة. النباتات اللي في التيراريوم هي الحدائق الزجاجية، هي نباتات نباتات تعيش في الظل، ما تعيش في شمس مباشرة، وتعيش في الأماكن المطيرة اللي فيها أمطار غزيرة. فإحنا نصنع في الزجاجة دي بيئة متكاملة للنباتات، البيئة اللي هي تحتاجها إنه إضاءة خفيفة، رطوبة جدا عالية، وكل النباتات اللي في التيراريوم نباتات طبيعية. تقليم الأشجار هو علم يسموه علم البونساي، هو تقليم الأشجار إن أشجار تكون ضخمة في بيئتها الطبيعية، إحنا نقزمها ونخليها في مركب مرة صغير. تتقلم الجذور والفروع اللي في الشجرة إنها هي تقدر تتحمل إنها تعيش في مركب مرة صغير. أنا ما أستعمل أي مبيدات، إن أنا أبغى أزرع نباتات عضوية أورغانيك، وبزرع النباتات المائية، بسوي بركة عندي صغيرة بحط فيها أسماك الجوبي، وأسماك الجوبي تأكل يرقات الناموس، طبعاً كلنا نعرف كيف المعاناة مع الناموس. فسبحان الله يعني على التجربة اللي بدأت ما شاء الله معاه ونجحت، يعني بأني كنت أشوف الناموس إنه هو يعني يبدأ يتكاثر في الموية، فلما حطيت أسماك الجوبي أكلت الناموس الموجود اليرقات. بحاول أنا أسوي تجارب إن أنا أوصل للمرحلة اللي أنا أبغاها إنه تكون نباتات عضوية 100%.